يقول: ما هو واجب المسلمون تجاه ما يجري في فلسطين وتجاه اليهود عليهم لعنة الله؟ على المسلمين أن يصلحوا أنفسهم قبل كل شيء، يصلحوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى دينهم ويحكموا شريعة ربهم، فإذا أصلحوا أنفسهم وتهيأوا لقتال العدو فإن الله ينصرهم على عدوهم. أما ما داموا في أنفسهم غير صالحين فلن يستطيعوا أن يقاوموا أحدا، ويسلط الله عليهم الأعداء بسبب تغييرهم لدينهم. نعم.